ورجعنا لكم تاني، والفقرة التانية في حلقتنا النهاردة هي الكلام اللي بيتكتب على ظهر العربيات بتاعت الميكروباص وظهر العربية بتاعت النقل. الكلام الحلو اللي كله حكم ده، اللي ما شاء الله عمال من سنة لسنة يتجدد، يعني مش حد بيكرر. عمري ما مشيت لقيت حكمة متكررة، بس للأسف بقى باب النجار مخلع. يعني سواقين الميكروباص وسواقين النقل المقطوره والمقطورتين اللي على طريق الصعيد وعلى طريق السفر، يا ريت بقى الكلام اللي هم كاتبينه ده على العربيات من ورا يا ريت هم ينفذوه في حياتهم. كلام كتير وكلام جميل. انا عندي ناس صحابي بيمشوا يلموا الكلام دوت وبيالفوا دلوقتي كتب، يعني بداوا يجهزوا الكتب. الكلام دوت اوله حاجه جميله قوي. اول حكمه ايه؟ لو كان الرزق